كاين شيء 16 ديال المراقبين ما تاخذ حتى شي مراقب. من النهار اللي قالوا لنا وانا منهم الا بغيت تبقى مراقب وانا مراقب ديال لا فيفا، ولكن الا بغيت تبقى مراقب اجي دوز الامتحان، انا غادي نتهان باش انا اللي كنت هاد الناس وكنت مسؤول لا على الصعيد المغربي ولا على الصعيد الاتحاد العربي نمشي ندوز الامتحان باش نولي مراقب. بحال جيت انت غدا صحفي وجات جهه جديده قال لك بغيت العام الجاي تبقى صحفي اجي ندوز الامتحان عاد تبقى صحفي، ولا انت انسبكتور دي فينونس بغيت تبقى انسبكتور العام الجاي اجي عاوتاني ندوز الامتحان. اذا انت واحد هذه بالضبط فهم شحال الحكم دوليا تخرجوا عندي فات خرجوا العبد قبل خرجوا لي من عبد عندي هذه التسجيل بالضبط واش مليحه ولا تفتح لي ولا انت انت حابك تفتح شكون غيهضر؟ اذا هنا ولهذا بغينا الحوار بغينا بحال هاد الملتقيات باش نقولوا الحقيقه، ولكن خاص اللي يسمح باش يصلح. اذا بغينا نصلحوا مرحبا وشكرا وشكرا على التواصل. شكرا سي عبد العالي النصري اللي تكلم بقلبه بطبيعه الحال، وربما انا كان في الدوما عندناش من سبقنا لان شي تلهم باش تحدث حول هذا الموضوع، وربما ناقش الجوانب اللي شرتي ليها، ربما بعض الاحيان يكون ما تحدثوش الاخوان ولا على الموضوع هذا في واحد اللحظه معينه، ربما ما كانش لانه ما انتبهوا شيء او لا، ولكن احنا الان في هذا النقاش هذا اللي هو نقاش اتحاد الجمعيه ديال الصحفيين والجمعيه ديال الحكام والصادقين باش ناقشوا باش نشخصوا تجربة كل واحد بحكم التموقع ديال كل واحد فقط من اجل التحليل ديالنا يكون ما كنتوجهوش للاشخاص، هنا نحن هنا لتعزيم الخطاب وليس لتعزيم الاشخاص. كنحثوا على داك الشيء اللي هذا هو اللي مهم. اذا سي مصطفى طلال كصحفي ربما غيتحدث على هذا الموضوع، شفنا الجانب ديال الناس اللي هما كانوا مسؤولين كانوا حكام سابقين مازال المنظرين اللي غادي يهضروا على هذا الموضوع هذا. شكرا سي حسن، شكرا للحضور الكريم. نشوف امامي يعني قامات اهرامات التحكيم المغربي اللي شرفوا البلاد سواء وطنيا او دوليا، كنوجه لهم التحيه. المداخله ديالي غتكون يعني مأخوذة من تدخلات ديال بعض الاخوان اللي كانت فيها يعني مجموعه من الاستفسارات ومجموعه من الملاحظات. غنبداو سي الناصري، احنا كصحفيين انا كنهضر على نفسي وعلى الناس اللي كنعرفهم. احنا ما مع اللجنه المركزيه للتحكيم ما ضد اللجنه المركزيه للتحكيم ما ضد المديريه، نحن نتكلم حينما يعني كيكون نقط اللي خصنا نثيروها. اللجنه المركزيه للتحكيم والمديريه هذه يعني شهور وشهور ولا سنوات وسنوات وكاين ملاحظات في هذا المجال. احنا كصحفيين يعني تطرقنا، وخير دليل هو اننا درنا ندوه العام الماضي وتطرقنا للعديد من الملاحظات اللي خصها تاخذ بها اللجنه ولكن او المديريه، ولكن يعني الامور ما كتخرجش بواحد الاذان صغيره. هذا المشكل على مستوى التلفزيون ما كانش يعني متعمد ان بعدا كندوي على القناه الثانيه ما كانش متعمد اننا نحيدوا لقطات اللي ربما سي النصيري باغي يشوفها ولا هذا، فاحنا كنا يعني كنا نأديو الدور ديالنا بأمانة وكنصفوا الحكم اللي خصو يتنصف، واللي ما كانش في نهارو كنوجهوا ليه بعض الملاحظات من أجل إصلاح الأخطاء إلى غير ذلك. كذلك حسن فتيح تطرق لواحد المسألة اللي تطرق لها السي بن منصور هو التواصل. عهد السي بن منصور وبعض الرؤساء اللي دازوا كنتي كتبحث على المعلومة كيعطيوها لك، كتصل كيجاوبوك سواء بغيتي تنتقد أو بغيتي تعرف الجديد أو بغيتي تشكرهم كيجاوبوك. انتقدهم شكرهم ما عندهمش مشكل. الان التواصل مفقود، ما كاينش تواصل. عيط للجنه المركزيه للتحكيم ولا المديريه وقول لهم يجاوبوك. ما عرفتش واش يعني الصحافه باش تاخذ الخبر وباش تعطي المعلومه للمتلقي وباش تعطي مجموعه من الاشياء، ما كاينش هذا الاطار هذا. حتى عندنا كنبداو نتسائلوا على مجموعه من القرارات اللي واش كاينه ولا ما كايناش. هذا الحكم توقف، هذا ما توقفش، هذا طرا ليه، هذا غيتعين، هذا ف يعني مجموعه من الاشياء اللي ما كايناش الان. عدم حضور اعضاء اللجنه المركزيه والمديريه هذا سؤال عظيم ما يمكن يطروح، لاننا يعني
واعتقد ان السي مبروك وجمعيه الحكام الدوليين السابقين قسم الاعلى السابقين وجهوا الدعوات للناس ديال ولكن ياكد السي مبروك وجهوا الدعوات للناس ديال المديريه والناس ديال اللجنه ما جاوش ربما ما كيهمهمش هذا الخطاب ربما اننا هنا كنجيو باش نحاولوا نطرحوا اسئله ونلقاو الاجوبه ديالنا ما بغاوش يجيو هذا كيبقى مطروح كيبقى سؤال عريض وداخل في اطار التواصل التواصل ما كاينش كاينه مساله اخرى اللي قالها السي ابو عوض واللي ربما كتبقى حتى هي اشكال كبير هو ما كاينش البديل شكون المسؤول على البديل الان كيتعينوا نفس الحكام كيدوروا في واحد الحلقه مفرغه لان بنتي ما كاينش البديل ولكن شكون المسؤول على البديل واش هذيك اللجنه المركزيه والمديريه عندهم غير دوك الاسماء ما لقاوش من غيرهم ولكن واش مسؤولين ولا مسؤولينش على البديل راه البديل غيكون موجود ولا ما كانش موجود هذه الطمه الكبرى فينا هو العمل ديال العصره فينا هو العمل ديال التكوين هذه مساله اخرى عاود طرق لواحد المساله اخرى هي الانصاف وتكافؤ الفرص في المجال التحكيمي على المستوى البطوله الوطنيه هذا سؤال عريض واش كاين فعلا الانصاف وتكافؤ الفرص كيبقى سؤال عريض اللي خصو تجاوب عليه المديريه بكل شجاعه الى حكم غلط نقولوا غلط الى ربما هو انسان يقدر يغلط الى الحكم غلط نقولوا ليه غلط والى اصاب نقولوا ليه اصبت ونتمنى من الاخوان اننا نخرجوا بتوصيات اللي ترفع اللجنه المركزيه للتحكيم والمديريه الى بغاو ياخذوا بها مرحبا بغاو ياخذوا راه هذا يعني مساله اللي غتبقى مطروحه دائما وما تفوتنيش الفرصه باش نشكر رئيس الجامعه لان العمل الذي يقام على مستوى الجامعه وعلى مستوى البنيات والهياكل ديال الجامعه سواء داخليا او خارجيا هو عمل كبير خصنا الناس ديال التحكيم يواكبوا العمل اللي كيدير رئيس الجامعه يواكبوا باش نمشيو بعيد في هذا المجال هذا ونتمنى ان السي مبروك يدخل الان تو يشرح لنا بعض الاشياء اذا السي مصطفى اشار انه التوصيه تقول ترفع اللجنه المركزيه للتحكيم ولكن كنظن اللجنه المركزيه لا كنقلبوا عليها باقي ما لقيناها شيء ما كاينش لا اورغانيزم ما عرفناش من كاينه قلت لك حنا غادي نناقشوا هذا الموضوع وربما شفتي لواحد المساله انه كاين بعض الاحيان هذه القله ديال الحكام اللي كيسيروا في البلد انه بعض الاحيان كنتحدث مع الاخوان هنايا ربما كيبقى عندهم واحد القوه اللي كيستقواو بها بعض الاحيان تاع العيد ديالهم دليل ان واحد السيد قال لي بان واحد بدو بعينو لهذاك الحكم قال لي لا انا كان هذاك بدو انا ما غاديش نمشي لهذيك المقابله لا كيحضر كيتاخذ القرارات كنشكروا السي احمد بريجان برلماني اللي حاضر معنا واللي دائما هو صديق رياضي اللي يكون حاضر وبالمناسبه كذلك نشكر الحكمه جاهدي خديجه اللي حاضر معنا اللي عنصر بالنسبه اذا اللي شرف التحكيم اللي بالطبع بحال شاهدنا في دوليه اذا غادي نرجعوا للسي بورا بغا نسال واش المشكل ديال التحكيم فقط بانه راه ما كاينش اللجنه المركزيه في الكاليغراف وبانه راه المديريه اللي كتحكم واش هذا خلق مشكل جوهري وبنيوي بالنسبة للتحكيم المغربي الناس اللي غادي باغي يجي هذاك يلاه يتخرج من داك الشيء، اللي باغي يخرج